السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دلوقتي هنشوف مع بعض Autodesk Construction Cloud. تقدر تضيف أكتر من مشروع، ممكن نقول له Create Project. هتختار اسم المشروع وليكن مثلا بس البروجكت نمبر 313، الأكاونت، البروجكت تايب، خلينا نقول له باركينج، تمبليت لو في اي تمبليت موجود، الادرس تكتب العنوان، التايم زون، التاريخ البداية في المشروع وتاريخ النهاية. بروجكت فاليو كم دولار، فيبدأ يعمل لك المشروع بتاعك. تقدر تضيف ناس لان اكيد مفيش حد بيشتغل لوحده، مش هيبقى ليها اي معنى، فتقدر تضيف اعضاء الفريق. تقدر تختار اسم الكومباني، الرولز، تمام، وتقدر نوت قلت ايه الحاجات اللي متاحة ان هو يشتغل عليها. ده شخص اكتف، ممكن تختار شخص تاني وتديله الصلاحيات بتاعته. طيب دلوقتي ممكن ندخل على السيتنج، دي الخاصة بالمشروع، اللوكيشنز، النوتيفيكيشن، التنبيهات اللي هتجيلك، تمام، يعني لما يكون في ايشو يجيلك في نفس اللحظة، ار اف اي شيت سبميتال، ممكن تقول له لا ده انا عايزها بعد ساعة، يجمعهم لي كلهم مثلا كل الرسائل اللي جت في نفس الساعة وابعتهم مرة واحدة او في اليوم وهكذا. وهل انت كمدير الناس بقى اللي تحتيك، هل من حقهم ان هم يغيروا في الاعداد ديت ولا لا، ولا لازم كلهم يلتزموا بنفس الحاجات؟ طيب هنا بقى اقول له ان انا عايز ادخل على الحاجات الخاصة بالدوكومنتس، فبتلاقي فولدرات تقدر ترفع الملفات بتاعتك هنا، يعني تقول له ابلود فايل من الكمبيوتر او تعمل دراج اند دروب، وتقدر ترفع اي ملفات انت عايزها سواء بي دي اف او تمام. هقول له وريني مشروع موجود حقيقي، مثال لمشروع يعني يكون فيه الملفات موجودة. طيب خليني اعمل ابلود لفايلز، ونقدر نرفع مثلا لوحة اوتوكاد، بلاش دي عشان مساحتها كبيرة هتاخد وقت. خلينا اقول له اوبن، فبيبدأ يرفع الملف. واقول له دن. الميزة ان انت تقدر تفتح الملف اونلاين من غير ما تكون مسطب اي حاجة خالص، ممكن تعمل موف تنقله من مكان لمكان، ممكن تعمل له كوبي، ممكن تشوف الاكتيفيتيز اللي فيه، داونلود تقدر تعمله داونلود، سبميت تو ريفيو هنبعته عشان يتوافق عليه، فتقدر تختار ان هو انت هتعمل له سبميت، تمام، كوبي شير، تقدر تشير الملف ده مع الناس، تمام. تقدر تقول له انا عايز اشوف الاكتيفيتي، اعمل داونلود، سبميت فور ريفيو، فبيقول لك بقى الورك فلو، يعني المفروض دي بتروح للفولدر او مين اللي يوافق عليها، فبيقول لك مفيش ورك فلو اصلا موجود، فبتقول له انا عايز اعمل ورك فلو، هي بتعمل مره واحده وبعد كده بتبقى موجوده دايركت، بحيث ان لما تقول له ابروفال ايه اللي يحصل على طول، ممكن تبقى في ستيب واحده، حد واحد بس هيراجع، او في تو ستيب، او في 3 ستيب وهكذا، يعني حسب المراحل بتاعة المشروع.
مين بقى المفروض جنرال انفورميشن الستيبس، مين المفروض بقى يراجع الخطوة ديت؟ مثلا عمر، تمام. ابروف هتبقى ابروفد، ولو في ريجكتد هتبقى مكتوبة ريجكتد، تمام. تقدر تغير كلمة، تغير الرمز زي ما انت عايز. ويقول لك انسخ نسخة من الابروفال دي الفولدر الفلاني، تبدأ انت تعمل فولدر تنسخ فيه الملف، تمام. سميها بقى الاسم اللي انت عايزه وقول له سيف. حس لما تيجي تقول الحاجة ابروفد مش هتبقى ابروفد غير لما تعدي على اللي هو اسمه عمر سليم يوافق عليها او موافقش. هو غلس عادة مش هيوافق يعني. تمام. طيب خلينا نفتح الملف دوت، هندوس عليه هيبدأ يفتحه لك. وخلي بالك مكتوب ريفيجن 1، بعد كده واحدة تانية تبدأ ريفيجن 2 وهكذا. زي ما انت شايف تقدر تعمل زوم على أي جزء، وتقدر بقى تعمل مثلا كلاود، تقدر تحط يعني مراجعة للحاجة اللي انت عايزها. بتعمل هايلايت بس يمكن المقاس مختلف شوية، مستطيل. تقدر تكتب اي كتابة انت عايزها، تقدر تعمل كلاود بالشكل دوت، تمام. كلاود مع سهم، تقدر تحط بعض العلامات مثلا في هنا كلاش فتعلم ان في هنا كلاش وهكذا، تمام. وكل كلاش طبعا عشان تقدر تراجع بسرعة، تحط بقى التايتل ستاتس هل هو اوبن ولا كلوزد ولا بيندنج ولا انترفيو وهكذا. فكل كلاش تقدر تقف عليه وتشوف كل المعلومات وتقدر تعدلها، هل الكلاش ده ميكانيكا ولا كهربا، هل من المفروض يعدله. كل الكلام دوت موجود على الكلاود اللي هي الكونستراكشن بتاعت اوتو ديسك، تمام. ممكن تضيف ريفرنس كفوتو او فايل او ار اف اي على اساس ان اللي عايز يراجع الكلاش دوت يقدر مثلا يشوف صورة ليها لو هي موجودة في الموقع حقيقي، او في ملف بي دي اف بيشرح الموضوع، او في ار اف اي، او في اسس معينة. نعم، دي برضو من المزايا الكويسة أوي في موضوع الكلاود. هنا ممكن تحط هنا وتحط صورة معينة من الكلاود أو من عندك، بحيث إن لو حد عايز يشوف الصورة دي في الحقيقة، مثلا عامل أنت حاجة انتيريور ديزاين ففي صورة كويسة تقدر ترفعها على الموقع دوت. دي لو في أي شات تقدر تشوفهم بقى دلوقتي، تقدر تشوف الشيت ده الشيت دوت وهكذا. تقدر تشوف الليارات، تقدر تطفي الليارات وتقدر تتحكم فيها. الفيو بوينت لو انت واخد اي فيو بوينت تقدر تشوفهم كلهم هنا. الموديل براوزر لو انت رافع موديل. الاشيو لو في اي مشاكل موجودة. طيب خلينا نعمل مشكلة، تمام. دي الاشي طيب اهوت، بتحدد بقى نوع المشكلة نفسها. عايزين نرجع للبلان اهوت، وإيديت تحط بقى كل المعلومات اللي انت عايزها. ظهرت معايا المشاكل، تقدر تعمل لها داونلود او شير او برينت او تعمل لها شورت كات. طيب انا قفلت الملف دوت. بعد كده الحاجات الخاصة بالريفيو، تمام. كرييت ريفيو، بروجكت فايل، الملف دوت. فبيقول لك الابروفت ورك فلو، الريفيو نيم، مين اللي هيرجع عليه وهكذا، وتعمل له سبميت. هنا الترانسميتال بيقول لك ايه الحاجة اللي انت هتعملها ترانسميتال، فتبدأ تختار الملفات اللي انت عايزها. فبيقول لك بقى التايتل بتاعتها، مين هيبقى مسؤول، الفيو بروميشن، الملفات وهكذا. طيب الايشيو تقدر تشوف بقى الايشيو اللي موجوده في المشروع، بحيث ان انت تظهر معاك كل الايشيو في كل الملفات مره واحده. هنا لو في اي ريبورت تقرير يبدا يظهر معاك، وهنا طبعا الممبرز اللي موجودين في المشروع. ده جزء خاص بالدوكيومنتس، ان شاء الله في الفيديوهات اللي بعد كده هنناقش الحاجات كلها بالتفصيل.